تحياتي يا أصدقائي، اللي كنا عم نحكي عنه خلال الفترة الماضية واللي كنا عم نقول إنه هذا إذا صار رح يعمل مأساة كتير كبيرة صار مبارح، والكيان بدأ بشن غارات همجية على جنوب لبنان أدت إلى تهجير مئات الألوف من السكان. طبعا الجهة المقابلة اللي هي حزب الله لحد الآن ما عم تحكي أي شيء سوى أنه عملنا هيك، قصفنا هيك، سوينا هيك. يعني مسألة وجود المدنيين أو عدم وجودهم بالمنطقة بالنسبة لجماعة حزب الله يبدو مسألة مانا مهمة بالوقت الحالي. المهم بالنسبة لهم أنهن يؤدوا الشيء المطلوب منهم ويضلوا مكملين بالسياسة اللي انتهجوها من فترة واللي أدت لوقوع ما يجري حالياً. امبارح شفنا بعض التحليلات واللي كانت عم تقول انه كان في خطة مبيتة من جماعة الكيان لضرب حزب الله. هلأ فعليا اكيد الجماعة اعداء، يعني ما ممكن يشوفوا القصة الا من زاوية انه عندهم عدو بدهم يضربوه وبتحينوا الفرصة ليعملوا هذا الشيء. لكن لما انت بتقدم نفسك لقمة سائغة هون بيصير المشكلة مو عند عدوك، انما المشكلة عندك. ولما أنت بتعرف أنه أنت حواليك قوى عم تلعب فيك وبتحكي للعالم أنه هدول هن القوى الداعمين لإلك وبتقاتل وبتنافح عنهم، هاي بتصفي مشكلة إضافية عندك، مشكلة إضافية بعقلك. لكن هلأ هذا الشيء اللي صار أنا ما بتوقع أنه يأثر بالعقلية اللي حاكمة هذا التنظيم اللي اسمه حزب الله. لكن أنا بفكر دائماً بما يسمى البيئة الحاضنة، وأنا ما بعتبر أنه في بيئة حاضنة لحزب الله. في جمهور موجود بهذا المكان وهذا الجمهور محكوم من قوة حزب الله. يعني حزب الله بتحول من مجرد تنظيم إلى قوة مهيمنة بحكم أنه هو مصادر الحياة العامة بلبنان ومحتكر قرار الحرب وقرار السلم، وفعليا هو القوة المدمرة، البلدوزر اللي حكم لبنان لفترة طويلة وقتل مجموعة من نخب لبنان وأدى بالمحصلة لحالة الانهيار اللي عم يعيشها هذا البلد العزيز. لكن تعالوا نشوف انه هل يوجد دائما ناس عم تطنطن وتطبل للحزب، وناس مثل ما حاولوا يصوروا مبارح انه والله هني وعم يتهجروا من بيوتهم وعم يقولوا يلا فداك نصر الله وكذا وبعرف شو. على أرض الواقع اللي بيتابع الإعلام رح يكتشف بأنه الحقيقة اللي بيعرفوها الجميع وبما فيهم الناس اللي حوالين الحزب أنه إيران باعت الحزب. قبل أيام تم تداول فيديو للدكتور جوزيف أبو فاضل، وهو شخصية كانت تطلع على الجزيرة تنافح عن المقاومة والممانعة والدافع عن إيران والدافع عن حزب الله، كان عم يحكي بشكل واضح وصريح أنه إيران باعت الحزب. إيران غررت بالحزب وجعلته يخوض معركة ولكن تخلت عنه. هذا الحكي قبل عدة أيام، يعني قبل بدء الحملة الجوية اللي صارت مبارح. مبارح على قناة المشهد كان في مجموعة شهادات، واحدة منهم لسالم زهران اللي بيسمي حاله مدير مركز الارتكاز الإعلامي، أنا بسميه مدير مركز الارتكاز الإعلامي، كان عم يقول أنه بعد اغتيال إسماعيل هنية صار في مفاوضات أمريكية إيرانية من أجل أنه مرؤولنا هالفترة بدون ما يصير في يعني تورط بالحرب مشان ما يستغل نتنياهو. وكانوا عم يحكوا على أساس أنه في تعارض ما بين سياسة الديمقراطيين وما بين سياسة نتنياهو. هلأ كان عم يحكي بهذا الشكل بس، لكن هو حط القصة بمكانها الحقيقي أنه إيران بتلعب بمجموعة أوراق وهذا كلامه، ومن بين هاي الأوراق مسألة المقاومة. طبعا هو لأنه أصلا يعني موظف ضمن الآلة الإعلامية للحزب ولإيران اعتبر أنه لا، إيران ما تخلت عن الحزب، بس لكن يعني الكلام يقرأ من بين السطور، بين هاي السطور اللي حكيتها يقرأ بأنه إيران فعليا عم تتخلى عن الحزب ويمكن تتخلى عنه بشكل علني إذا صارت المفاوضات، مفاوضات النووي اللي كان عم يحكي عليها مبارح رئيس إيران الجديد اللي راح على نيويورك، واللي كان عم يحكي عليها كمان وزير الخارجية الإيراني.
تخيلوا أنه كان في حملة جوية ضد حزب الله بينما الجماعة رايحين عم يفاوضوا وعم يبيعوا ويشتروا بنيويورك. هلأ بالمقابل كان في أصوات واضح تماما أنه هي عم تحكي بالشيء اللي لازم كل حدا بلبنان يسمعه، حتى البيئة الحاضنة بين قوسين لازم تسمعه. من بين هاي الأصوات صوت لصبية معارضة صحفية اسمها مريم مجدولين اللحام، اللي أنا بعتقد أنه لازم يتم دعمها لأنه هي عم تحكي كلام كتير حقيقي وواقعي وتعرض نفسها للخطر ضمن الحالة الموجودة بلبنان. ومبارح كمان على قناة المشهد ظهر الصحفي هادي مراد ناشر موقع الحقيقة وكان عم يحكي بصوت عالي عن عملية التغرير اللي عملتها إيران بحزب الله وكيف تخلت عنه وجعلت لبنان عرضة للتدمير بناء على الأوهام اللي كانت عم تحكيها والشعارات الطنانة والرنانة اللي عم تطرحها واللي للأسف تنطلي على البعض، والبعض الآخر بيعتبر حاله أنه هو مدعوم لأنه شغال على تنفيذ هي الشعارات، وطبعا نحن عم نحكي على حزب الله. بالإضافة لهدول الأصوات في أصوات شيعية، يعني واضح تماما أنه هن رجال دين شيعة، هن معارضين لسياسة حزب الله اللي بيعتبر حاله أنه هو قيم على شيعة لبنان. طبعا هاي الأصوات تحترم ولازم الواحد دائما يلتفت للكلام اللي بتحكي. من بيناتهم الشيخ صبحي الطفيلي اللي هو أول أمين عام لحزب الله، اللي بيصرح وبشكل واضح بمعارضته لسياسة الأمين العام الحالي حسن نصر الله وبمعارضته للالتحاق اللي صاير بإيران والخضوع لسياسته وإملاءاته. ومبارح كمان كان ملفت أنه الشيخ محمد الحسيني رئيس المركز الإسلامي العربي كان عم يحكي بصراحة وبوضوح على قناة العربية بأنه الشيء اللي عم يصير هو لا يخدم إلا سياسة إيران ومصالحها. هلأ بعد هذا الاستعراض اللي أنا عملته هلأ حاليا لازم نسأل حالنا سؤال، هلأ هل يوجد يعني هيك حالة مشخصنة بأنه والله الشيعة بلبنان هني مؤيدين لحزب الله، ولا في شيء مختلف نحن ما منشوفه؟ لأنه أحيانا الصوت المدوي والصوت العالي يعني الجعجعة الكبيرة مو بس بتسد الأدنين كمان بتغلق العيون وبتخلي الناس ما تشوف. حقيقة واضح تماما بأنه الناس اللي عم تعيش التجربة عم تتلمس الواقع بشكل حقيقي وصريح، وأغلب الناس بتعرف أنه اللبنانيين وأهل الجنوب هن ضحية من ضحايا السياسة الإيرانية. لازم نتابع هذا الموضوع ونركز عليه لأنه الأمور تبدأ من هاي النقطة، تبدأ من هذا المستوى. لما بيكون في وعي عند الناس بأنه هن تحولوا إلى أداة وورقة للربح والمبازرة والبيع والشراء، أكيد نتخيل أنه راح يكون في وعي مختلف وفي إرادة مختلفة، لعل وعسى يتغير شيء بالأيام القادمة لصالح حرية اللبنانيين واستعادة القرار العربي اللبناني بهذا البلد. إذا عجبكم هذا المحتوى يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتبعتوا الفيديو للناس المهتمين، وإلى اللقاء.